هاي بيسي بالغابة مفكوك طبعا مش مربوط، ويقدر يطير بس الحمد لله رب العالمين متروض صح وما يبعد عني نهائيا، ما يهرب الحمد لله ولا يفكر يطير. يعني ها حط على الأرض انزل تحت شاتر، هاي بداية تعليم الهدد الحر انك تصير تاخذه وتقول تحت شاطر تعال 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 يلا تعال تعال يلا يلا تعال 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 ما شاء الله عنه مروض أموره تمام الحمد لله رب العالمين. أخذت رحلة على السفاري، شوف ما شاء الله المناظر، شوف شوف هناك البحر تحت، أوريكم مناظر حلوة وجميلة، شوف الغابات السفاري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا هذا المنظر بس اللي حفرجيكم اياه، إن شاء الله ما يخاف من الصوت. شوف إن شاء الله تخافش 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 ما شاء الله المنظر تبارك الله شيء خيالي، يعني شيء خيالي. هاي رحلتنا اليوم، ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا وانبسطتوا استمتعتوا مع ميسي، شفتوا رحلته، شفتوا أهمية انك تاخذ طيرك يشم الهواء ويشمس، الشمس مهمة جدا للعصفور. شوف ما شاء الله كيف مرتاح العصفور واموره تمام الحمد لله رب العالمين، جبته مربوط بعدين فكيته ما شاء الله ما في اي خوف منه. السلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. نسي يسبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم في رحلة بالسفاري وبالغابات، شوفوا الغابات ما شاء الله والبحر هذا نص الغابة. جيت أنا وطيري شفنا الجو قاعدين على صخرة نص المي المي. شوف ما شاء الله المنظر طبعا اجمل شيء في الحياة الطبيعة بالنسبة لي انا من عشاق الشارع، وين في رحلة فيها طبيعة فيها اخذك الهواء صوت جاي الشمس جو حلو صوت المي عاجبه مرتاح. طبعا دربته هدد الحمد لله رب العالمين، حتى لو فكيت من الحبل هو ما يهرب، بس انا احتياطا لان هذه المنطقه كلها مي بخاف يطير ويهدي عن المي ويموت يعني.
يعني مش حقدر انط وراء اجيب. هذه المي هنا غنيه جدا. النرويج مشكلتها ما فيها شطوط، يعني ما فيها شط زي عند البلاد العربيه رملي، لا كلها منطقه صخريه وجبليه. يعني اول ما تنزل في المي 2-3 متر، يعني اول ما تنزل، فمو لعبه يعني. وهذه مي جاريه زي ما انت شايف، يعني صعب السباحه فيها، خطيره جدا. عشان هيك انا ربطته عشان الامان يعني. بس حبيت اشارك معكم رحله اليوم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا. سامحونا اذا طولنا عليكم. واهم شيء دائما لا تنسوا ذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. حبينا نفرجكم الطبيعه ونشارككم جزء من حياتنا. السلام عليكم. صوت على الماي، تعال ابو المسميس انزل هنا على الماي. يا روح 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 العب بالموز، روح زعل زعل مني. شوف صوت روح الماي. طار بعيد عن الماي. لا 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 دوش الكاي في الماي. طبعا انا فكيت ميسي، فكيت من الحبل، يمكن متضايق من الحبل. هاينا بالغابة ها، مستحيل انه يبعد. تعال يطير، اموره تمام. ميسي يسبح.